كما قاعدين تلاحظوا هذه هي الأجواء الآن في ميناء الصيد البحري بالشبة. تناس صغار تناس بالله يا حبو علي حبو علي ما تمد هوا كما قاعدين تلاحظوا فما معتمد الشاب قد تكون لديهم رسالة كما قاعدين تلاحظوا ما ثماش حل ما ثماش حل ثم طلب من السلطات المحلية والأمنية للعدول عن فكرة المغادرة كما قاعدين تلاحظوا فما غليان كبير وحالة توتر كبيرة في الميناء الآن هذه إذن هذه إذن الأجواء في ميناء الصيد البحري بالشابة حالة توتر كبيرة وحتى بين اللاعبين كما لاحظتوا معتمد الشاب موجود على عين المكان مع رئيس دائرة الأمن الوطني بالشابة ورئيس منطقة الأمن الوطني بالمادية في محاولة لإقناع المشاركين بالعدول عن الفكرة عدة وسائل إعلام موجودة كما قاعدين نشوفوا ايه كم غادي يا رم غادي يا رم غادي برب شيء غادي برب هذيك فيها الاعلاميين الكل هاني غادي بتاع الاعلاميين ها وين هذيك ثم محاولات لإقناع المشاركين للعدول عن تنفيذ هذه العملية فيما قاعدين تلاحظوا هذم لاعبي الهلال ريف الشباب فيما قاعدين تتابعوا شعارات مناهضة لجامعة كرة القدم والرابطة المحترفة وأيضا لرئيس جامعة كرة القدم هذه إذن الأجواء عدد كبير جدا من الأحباء واللاعبين يتابعوا البعض يحاول الإقناع بالعدول عن الفكرة ولكن يبدو أن الجميع متمسكون بالمغادرة كما قاعدين تلاحظوا هذه هي إذن
اللقطات المباشرة المؤثرة والموجعة في تاريخ الرياضة في تونس. هذا ما جنته الديكتاتورية الرياضية على كرة القدم في الشابة كما قاعدين تلاحظوا، ومدربيهم ومعهم الراية الخضراء والبيضاء والراية الوطنية أيضا كما قاعدين تلاحظوا، مصرون على مغادرة بلاد الظلم الرياضي. ويبقى هذا الشعار هو الأقوى، حرمونا من حلمنا في تونس وسنطارده وراء البحار. تحت أنظار عدد كبير من وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، حالة احتقان كبرى. وين؟